يماي يماي شليدة وغدا للخيام يماي 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 تعالى ودعني تعالى يا زينب يا خواتي يا بناتي تعالى 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 ود عني قرب يا ما يا جن وقال جيت انا يا ما يا ما تراين العطش ضرني وفتك بي يا اخوي اي قعدة مبل يما ينحبن ينحبن وسكنة تعدد الهن وهن يبجن الربايب تصيح بالله حيل اي لطمة يا سكنة ولا لا تفترين يا سكنة يا سكنة شوف ابوك عسين مطروح مطروح وكل ونا اللي ونها يتشعب الروح يا سكنة ساعدي عمتي على النوح على النوح تراه طايح يا مراس الحسين قايلت تقرب ويتلي سمعت وين وتقربت يا يا ولقيت الولي متوسد ايدي انا لقيت 1900 جرح بي والله ما هو جريح واحد وداوي اشد انهاي زياها دخلي ودور يا جريح الحسين ما ذي ما ذي نادى يا خويا كل جريح بعضها يعوفي خويا بس جرح اللي بقلب عينك عليا عينك عليا وبمعصبك يا اختي زين شدي على كيفك يا زينب لا تلجمي تقول لي يا حسين يا خويا يا خويا يا ابو علي يا خويا خويا تجي لك بيمناي بيمناي تقدر ترد يا حسين وياي هيهات يا زينب بعد ما يعود الحسين قسم على زينب قال اخويا زينب رجع للظلين يمي حتى ما تشوف اللي راح يصير علي ردت لا جنب يا حال على ابن امها الجنشا يا بج الفخر الها وبس بيها حال تتنفس تتجلى وتتحمس تشوف عيال مذعورة وتشوف الخيل تطردها والله وقفت على التل صوتت يا حسين يا حسين انهض يا خويا الخيل وصلت للصواوين يا خويا وقاموا يحرقون الخيام اعلى النساوين
والحرم هجت حين ما فرت النسوان. أنا جيت مذعرة يا نور عيناي، وانت وينك يا اخويا وين الحجي وياي؟ اخويا يا القضيت وناش فرياقك على الماي على الماي على الماي. يا اخويا وينك وين الحجي وياي؟ يا القضيت وناش فرياقك على الماي، وفوق العطش تلعب عليك الخيل ميدان. ووقفت على ذاك التل ونادت ثلاثا: أخي إن كنت حي أدركنا، هذه الخيل هجمت علينا، وإن كنت ميت أمرنا وأمرك إلى الله. وقفت اي والله صاحت صاحت خويا انا جيت وعلي اعدائي توماي، ويقولون هاي ام الخدر هاي يا خويا هاي اخت الذبيح الما اشرب ماي. يا خويا انا جيت اعتذر يا نور عيناي. وطلعت ذاك اليوم زينب سلام الله عليها. يقول الإمام زين العابدين: أنا كل ما أنسى لا أنسى عمتي زينب، لما أحرق المخيم خرجت شابك العشر على رأسها تصيح يا حسين أدركنا. يقول: لما برزت من خبائها شاف ذاك اللعين صاحب الجيش: ويحكم قفوا، أتعلمون أي مخدرة برزت من خبائها؟ أي عزيزة أي عظيمة، هذه زينب بنت الزهراء. يا 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 خويا جيت وعلي أعدائي توماي توماي، ويقولون هاي ام الخدر هاي. يا خويا هاي اخت الذبيح الما شرب ماي. يا خويا تراين الدهنت من نجمة عداي. اي والله يصيحون من الخيام: زينب طلعوها طلعوها وحرقوا قلبها براس اخوها، لو بجت بالصوت اضربوها. يسبوا الزكية وشيت مبوها. اريد اقرا هاي ابيات ختام إن شاء الله لقضاء الحوائج لتيسير الأمور. أقسم على الله بزينب ذاك اليوم بطلعتها بحسرتها. يقول زين العابدين: خرجت حافية زينب تمشي على تراب كربلاء، يديها على رأسها، دموعها تجري، وأخوها واقع واقع بالميدان، أخوها وخيل هاجم جيش ويريد يحرقون المخيم على الأطفال. وطلع زينب والله من هيج ما تي يا خيول العيدة. كل واحد يسمع صوتي يخلي يرد من مكانه حتى إن شاء الله يصير شريك ويانا بهالمجلس. الزهرة تشوف ترى وين اكو ونه، وين اكو حسره، وين اكو دمعه، والله تشوفها فاطمه. من هجمتي يا خيول العيده والاحداد لي يا مخيم دينات، طلعت من الخيمات عادي والصيب أخوه اتوجهت. صحت يا ابو الغير عدل يا اخويا لو روحك الطيبة ظهرت لما
لما سمح ابن النفل به الحمية ثورت. انتهض ابو عبد الله غيرة الله بذيك الجراحات بذيك الجراحات، ومشى ابو عبد الله خطوات ووقع على وجهه حتى استقر به الامر بهذا المكان اللي قتل الان يسمى المنحر. نعم في ذاك المكان وقع ابو عبد الله قايل ايش علمكم يا العرب قصدوا من ايتي قربت، قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. وزينب على ذاك التل الصيح تقول اخويا خويا طولت النوم حسين، خويا طولت النوم مني انا جيلك والطرق ملزومه. هذا بيت الدعاء اقرا باسم زينب وهي على ذاك التل تقول هايجن هايجن يا خويا الحراير من لهيب النار، هاجن ولعد جسمك يا ابو السجاد، هاجن يقل لك علينا الليل، هاجن وتدرع داك ما بيهم حمي. انعم جوابا يا حسين.